السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل معكم دروس الدعم المتلفزة فيما يخص مادة علوم الطبيعة والحياة شعبة علوم تجريبية مستوى ثالثة ثانوي. إذن نتابع دائما أيها الطالب مع حلول تمارين السلسلة رقم 1. اليوم سنتطرق إلى حل التمرين رقم 4. إذن تابع معي أيها الطالب. التمرين رقم 4 دائما مع المقدمة أو سياق التمرين، إن المورثة عبارة عن قطعة من الأديان حيث يشكل التتابع النكليوتيدي للمورثة، رسالة مشفرة تعمل على تحديد تسلسل معين للأحماض الأمينية في البروتين الذي تشرف عليه. إذن دائما أيها الطالب أنصحك بقراءة مقدمة التمرين لأنها تحتوي على الهدف الذي نريد الوصول إليه، بالأحرى النتيجة أو الإجابة النهائية لهذا التمرين. إذن نعود الآن لقراءة المقدمة. لاحظ معي أيها الطالب أن المورثة عبارة عن قطعة من الأديان حيث يشكل التتابع النكليوتيدي للمورثة رسالة مشفرة، والمقصود بالرسالة المشفرة هي الأريلة، تعمل على تحديد تسلسل معين للأحماض الأمينية في البروتين الذي تشرف عليه. إذن دائما أيها الطالب فالمورثة لها علاقة بالبروتين، وهذه العلاقة تتمثل فيما يمثل المراقبة، حيث أن التتابع النكليوتيدي الخاص في المورثة سيتم تشفيره على شكل أريانام، وهو عبارة عن رسالة وراثية مشفرة. هذه الأخيرة سيتم ترجمتها إلى تسلسل محدد من الأحماض الأمينية في البروتين. الآن لاحظ معي أيها الطالب من خلال الوثيقة رقم 1 من السام، تمثل مرحلة هامة من مراحل التعبير المورثي. فالمطلوب منك أيها الطالب أن تكتب البيانات المرقمة من 1 إلى 7 مع شرح كيف تم الارتباط بين العنصرين 3 و4 للوثيقة رقم 1. والسؤال الثاني، باستعمال الصيغة العامة للمركب عين سين وميثيونين، اشرح الآلية التي أدت إلى تشكيله. إذن دائما أيها الطالب فالسؤال الأول هو عبارة عن سؤال استرجاع معارف، بينما السؤال الثاني هو عبارة عن سؤال توظيف للمعارف. ففي استرجاع المعارف يتم كتابة البيانات المرقمة، أي التذكير بالعناصر الضرورية لحدوث عملية الترجمة، وثم يتم شرح كيفية ارتباط العنصرين 3 و4، والمقصود هنا آلية تنشيط الأحماض الأمينية. بينما السؤال الثاني فهو سؤال توظيف للمعارف، فعليك أيها الطالب أن تقوم بشرح الآلية التي أدت إلى تشكيل ثلاثي البيبتيد، والمقصود هنا آلية الترجمة، حيث سنتطرق إلى شرح الآلية وهي الترجمة بشرح مرحلتيها الانطلاق والاستطالة فقط
دون التطرق إلى مرحلة النهاية. مستعملين في ذلك الصيغة الكيميائية العامة للمركب ميثيونين وسين عين. إذا نبدأ أولا بالسؤال الأول، كتابة البيانات المرقمة من 1 إلى 7. لاحظ الآن أيها الطالب، فالبيان رقم 1 يمثل بطبيعة الحال REM، 2 تمثل تحت وحدة صغرى للريبوزوم، 3 تمثل RNT، 4 تمثل حمض آمني منشط، 5 تمثل تحت وحدة كبرى للريبوزوم، 6 تمثل الموقع B، بينما 7 تمثل أو يمثل الموقع A من تحت الوحدة الكبرى للريبوزوم. الآن نواصل مع السؤال الأول، شرح كيف تم الارتباط بين العنصرين 3 و4 للوثيقة 1، أي كيف تم الارتباط بين الـ RNT والحمض الآمني الخاص به. نتكلم هنا أيها الطالب عن عملية هامة، وهي عملية تنشيط الأحماض الآمنية. وعملية تنشيط الأحماض الآمنية تتم على 3 خطوات. فأول خطوة تجمع عناصر تشكل المعقد. إذن ما هي العناصر المسؤولة عن تشكيل المعقد في عملية تنشيط الأحماض الأمينية؟ لدينا ما يسمى بالإنزيم التنشيط النوعي، لدينا الRNT والحمض الأمين، بالإضافة إلى الطاقة أتيب، لأن عملية تنشيط الأحماض الآمنية تحتاج إلى طاقة أتيب. الآن كيف تتجمع عناصر تشكل المعقد؟ يجب أن تعلم أيها الطالب أن إنزيم التنشيط إنزيم التنشيط يحتوي على موقعين، موقع لارتباط الحمض الأميني وموقع للتعرف على الأرينت. إذا نعيد الآن أيها الطالب لآخر مرة، ما هي العملية التي تؤدي إلى ارتباط الحمض الآمني بالأرينتي الخاص به؟ العملية المقصودة هي تنشيط الأحماض الآمنية. كيف تتم عملية تنشيط الأحماض الآمنية؟ تتم على خطوات، فأول خطوة هي تجمع عناصر تشكل المعقد. ونتكلم هنا عن إنزيم التنشيط النوعي الRNT، الحمض الآمني بالإضافة إلى الطاقة ATP. كما قلنا سابقا أن الطاقة ATP ضرورية لعملية تنشيط الحمض الآمني. الآن لاحظ معي أيها الطالب هذه المعلومة والتي تخص إنزيم التنشيط النوعي. يجب أن تعلم أيها الطالب أن إنزيم التنشيط النوعي له موقعين، موقع يسمح بتثبيت الحمض الآمني أو بارتباط الحمض الآمني، وموقع يسمح لإنزيم التنشيط بالتعرف على الRNT الخاص بالحمض الآمني. ويجب أن تعلم أيها الطالب أيضا أن موقع ارتباط الحمض الآمني يعتمد على
الثامن المراد تنشيطه. والمعلوم أن في الطبيعة يوجد 20 نوع من الأحماض الأمينية البنائية، أي التي تدخل في بناء البروتين. بالتالي على حسب عدد أنواع الأحماض الأمينية يوجد أيضا 20 نوع من أنزيم التنشيط. الآن كخطوة أولى سيرتبط الحمض الأميني بموقعه الخاص وفق التكامل البنيوي، وبعد هذا الارتباط سيتم التعرف على الأريونتي المناسب لهذا الحمض الأميني. وكيف يكون هذا التعرف؟ إذا لاحظ معي أيها الطالب أن الأريونتي يحتوي على ما يسمى بالرامزة المضادة. إذا لاحظ الآن أن الرامزة المضادة لها نيكليوتيدات تتكامل مع الموقع الموجود في أنزيم الترشيح. إذا وفق التكامل بين الرامزة المضادة والموقع الخاص بها في أنزيم الترشيح يتم التعرف على الأريونتي المناسب للحمض الأميني المراد تنشيطه. إذا نعيد الآن أيها الطالب، في عملية تنشيط الأحماض الأمينية سيرتبط أولا الحمض الأميني بموقعه الخاص والموجود في أنزيم التنشيط النوعي وفق التكامل البنيوي. والمعلوم أنه يوجد 20 نوع من الأحماض الأمينية في الطبيعة، مما يدل على ماذا؟ على وجود 20 نوع من أنزيم التنشيط النووي. بعد هذا الارتباط سيتم التعرف على الأريونتي الخاص بالحمض الأميني، وهذا وفق التكامل بين الرامزة المضادة التي يحملها الأريونتي وموقع خاص موجود في أنزيم الترشيح. إذن لاحظ معي أيها الطالب، سنقوم برسم هذه المرحلة بطريقة أخرى. إذن لدينا أنزيم الترشيح، لاحظ الآن أولا ارتباط الحمض الأميني، ثم التعرف على ماذا؟ الأريونتي. إذا لاحظ جيدا، ثم التعرف على الأريونتي. إذا بعد هذا الارتباط سيقوم أنزيم التنشيط باستهلاك طاقة أتيبي. سيقوم أنزيم التنشيط باستهلاك طاقة أتيبي ويتم تحرير آيون بي. ينتج عن هذا الاستهلاك تشكيل رابطة طاقوية بين الحمض الأميني، تشكيل رابطة طاقوية بين الحمض الأميني والأريونتي الخاص به، ويكون نوع هذه الرابطة الطاقوية من نوع أسمى. إذا بعد هذه العملية أو بعد هذه الخطوة سيتم في الأخير تحرير المعقد المنشط. تحرير المعقد المنشط وهو عبارة عن حمض أميني مرتبط بالأريونتي الخاص به. إذا لاحظ معي أيها الطالب الآن، من خلال السؤال الأول والمتمثل في استرجاع المعارف تم التعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 7، والمقصود هنا التعرف على العناصر الضرورية للترجمة والتي تؤدي في الأخير إلى تشكيل سلسلة بيبتيدية. ثم تم التطرق إلى معرفة كيفية ارتباط العنصر 3 بالعنصر 4
أي المقصود هنا ارتباط الحمض الآمني بالأريانتي الخاص به، وتعرف هذه العملية باسم تنشيط الأحماض الآمنية، حيث تتم على عدة خطوات. فأول خطوة ارتباط الحمض الآمني بموقعه الخاص وفق التكامل البنيوي بينهما، وهذا الموقع يتواجد في إنزيم التنشيط النووي. ثم يتعرف إنزيم التنشيط النووي على الأريانتي الخاص بالحمض الآمني وفق التكامل بين الرمزة المضادة التي يحملها الأريانتي وموقع خاص بها موجود في إنزيم التنشيط. بعد ذلك يقوم إنزيم التنشيط النووي باستهلاك طاقة ATP فيتحرر طاقة AMP، وتستغل الطاقة المحررة من أجل تشكيل رابطة طاقوية من نوع إستر بين الحمض الآمني والأريانتي. وفي الأخير يتم تحرير المنتوج والمتمثل في معقد نشط ووظيفي يسمى بمعقد حمض آمني منشط أريانتي. هذا الأخير سينتقل إلى مكان تواجد الريبوزوم من أجل عملية تشكيل البروتين. الآن مع السؤال الثاني، باستعمال الصيغة العامة للمركب ميثيونين سين عين، اشرح الآلية التي سمحت بتشكيله. إذن هذا السؤال هو عبارة عن توظيف للمعارف، أي أنك توظف كل معلوماتك الخاصة بمرحلة الترجمة من أجل تشكيل ثلاثي البيبتيد. إذن لاحظ معي أيها الطالب، إذن أولا شرح آلية تشكيل ثلاثي البيبتيد ميثيونين سين عين. إذن نتكلم هنا أيها الطالب عن مرحلة هامة وهي مرحلة الترجمة، وأول خطوة في الترجمة هي البداية أو الانطلاق. ويجب أن تعلم أيها الطالب أن في البداية أو الانطلاق توجد عدة خطوات. فأول خطوة ارتباط الأريانات تحت الوحدة الصغرى. ثم الخطوة الثانية توضع أول أريانتي يحمل أول حمض آمني ميثيونين على أول رمزة في الأريانتي بين قوسين الرمزة AUG. إذا نعيد الآن أيها الطالب، ما هي الآلية التي أدت إلى تشكيل ثلاثي البيبتيد؟ إذا الآلية المقصودة هي آلية الترجمة، وتتم على ثلاث مراحل. أول مرحلة هي مرحلة الانطلاق، وفي مرحلة الانطلاق يبدأ ارتباط الأريانام بتحت الوحدة الصغرى، يلي ذلك توضع أول أريانتي يحمل أول حمض آمني ميثيونين على أول رامزة في الأريانام. والرامزة المقصودة الأولى في الأريانام هي رامزة الانطلاق أو ما يسمى بالأمجي. بعد ذلك ترتبط تحت الوحدة الكبرى بتحت الوحدة الصغرى للريبوزوم، فيتشكل ما يسمى بمعقد الانطلاق. إذن ما هو معقد الانطلاق؟ هو عبارة عن ريبوزوم
زائد أريلان زائد حمض آميني أريانتي، يعني المعقد حمض آميني ميثيونين منشط مرتبط مع الأريانتي الخاص به. ويجب أن تعلم أيها الطالب بأنه في مرحلة الانطلاق سيكون أول أريانتي الذي يحمل أول حمض آميني ألا وهو ماذا؟ الميثيونين في الموقع P، بينما الموقع A يكون شاغرا. إذن نعيد الآن أيها الطالب، الآلية التي سمحت بتشكيل ثلاثي البيبتيد هي آلية الترجمة، والتي تتم على ثلاث خطوات. فأول خطوة هي الانطلاق، حيث يحدث في الانطلاق عدة مظاهر. أولا ارتباط الأريانان بتحت الوحدة الصغرى للريبوزوم، ثم توضع أول أريانتي يحمل أول حمض آميني الميثيونين على أول رامزة في الأريانان، والمقصود هنا رامزة الانطلاق أو أيزو. ثم ترتبط تحت الوحدة الكبرى بتحت الوحدة الصغرى للريبوزوم، فيتشكل بذلك ما يسمى بمعقد الانطلاق. إذا أيها الطالب، معقد الانطلاق هو عبارة عن ماذا؟ عن ريبوزوم زائد أرينا زائد معقد حمض آميني منشط وأريانتي. وأخيرا في الانطلاق يجب أن يكون أول أريانتي الذي يحمل أول حمض آميني ميثيونين في الموقع B، بينما يكون الموقع A شاغرا. الآن مع الخطوة رقم 2 وهي الاستطالة. الخطوة رقم 2 وهي الاستطالة. إذا في الاستطالة فكما قلنا سابقا أيها الطالب، أول أريانتي يحمل أول حمض آميني في الموقع ماذا؟ B، ويكون الموقع A شاغر. والغرض من ذلك لكي يستقبل أريانتي ثاني يحمل حمض آميني ثاني. إذا سنلاحظ أولا دخول ثاني أريانتي يحمل ثاني حمض آميني، والمقصود هنا الحمض الآميني سين كما هو موضع في البصل، أو ما يسمى بالحمض الآميني أرجينين، إلى الموقع A، ثم يتوضع على أول أو على ماذا؟ على ثاني رمزة في الأريانة. بعد ذلك ستتشكل أول رابطة بيبتيدية بين الحمض الآميني الأول والحمض الآميني الثاني. إذا لاحظ معي أيها الطالب، هذا هو الحمض الآميني الأول وهو الميثيونين، ستتشكل بينه وبين الحمض الآميني السين والمقصود هنا الأرجينين رابطة بيبتيدية. الآن إذا تتشكل أول رابطة بيبتيدية بين الميثيونين والأرجينين. الآن أيها الطالب، ماذا سيحدث الآن بعد تشكيل الرابطة البيبتيدية؟ أول أريانتي الذي يحمل أول حمض آميني في الموقع P سينفصل عنه. إذا يحدث انفصال أول أريانتي عن أول حمض آميني ميثيونين في الموقع P، ثم يغادر الـ
RNT الريبوزوم. الآن واصل، ماذا يحدث الآن للريبوزوم؟ سيتحرك على طول الأريانا، حيث في كل خطوة سيتحرك بمعدل رامزة واحدة. إذن انتقال الريبوزوم على طول الأريانا بمعدل رامزة في كل خطوة. بهذه الطريقة أيها الطالب سيصبح الأريانت الثاني الذي يحمل الحمض الأنيلي الثاني ألا وهو الأرجينين في الموقع بي، يعني الأرجينين كان متصلا مع الأريانت الخاص به وكان منطوي في الموقع A، لكن بعد تشكيل الرابطة الابتدائية بينه وبين الحمض الأميني الأول ميثيونين وبعد انفصال هذا الأخير عن الأريانت الخاص به في الموقع B، سيصبح الأريانت الثاني الذي يحمل الحمض الأميني الثاني ألا وهو الأرجينين في الموقع B، ثم يعود الموقع A مرة ثانية شاغل. يعود الموقع A مرة ثانية شغل. إذن شغور الموقع A في كل مرة يسمح لهذا الموقع باستقبال أريانت جديد، وبهذه الطريقة في كل مرة تتشكل رابطة ببتيدية بين الأحماض الأمينية مما يؤدي إلى استطالة السلسلة الببتيدية. إذن فيستقبل أريانت ثالث يحمل حمض أميني ثالث، والمقصود هنا هو الحمض الأميني ألانين، ثم تتشكل رابطة ببتيدية ثانية بين الأرجينين والألانين، وبهذه الطريقة ينفصل الأريانت الثاني عن حمض الأمين الثاني أرجينين في الموقع B ويغادر الأريانت الثاني الريبوزوم، ثم يتنقل الريبوزوم بمعدل رامزة في كل خطوة، حيث يصبح الأريانت الثالث الذي يحمل الحمض الأمين الثالث ألانين في الموقع B بعدما كان في الموقع A، مما يؤدي مرة أخرى إلى شغور الموقع A لكي يستقبل الأريانت الرابع. إذن بهذه الطريقة المطلوب منك أيها الطالب أن تقوم بشرح الآلية التي مكنت من تشكيل ثلاثي الببتيد، والمقصود هنا ميثيونين أو ميثيونيل أرجينيل ألانين، وهذا بالتطرق إلى ماذا؟ إلى شرح آلية الترجمة بخطوتيها والمتمثلة في الانطلاق ثم الاستطالة، وندعم الإجابة ب كتابة الصيغة الكيميائية العامة لثلاثي البيتين. إذا لاحظ معي أيها الطالب، إذا الصيغة الكيميائية العامة المقصودة إذا لدينا الحمض الأميني ميثيونين، الحمض الأميني أرجينين، والحمض الأميني ألانين. إذا لاحظ معي أيها الطالب أن الميثيونين يرتبط بالأرجينين عن طريق رابطة ببتيدية، والأرجينين يرتبط مع الألانين أيضا عن طريق رابطة ببتيدية، حيث تتشكل الرابطة الببتيدية بين الحمض الأميني الأول والثاني بتفاعل كل من المجموعتين الكيميائيتين، مجموعة الحمض للحمض الأميني الأول ومجموعة الألين للحمض الأميني الثاني، وهذا التفاعل يؤدي بالضرورة إلى طرح جزيئة ماء. الآن فيما يخص التسمية، يسمى هذا المركب الناتج بثلاثي الببتيد.
وتسميته الكيميائية ميثيونيل أرجينيل وألانين. لماذا سميت بهذه الطريقة ميثيونيل وأرجينيل؟ دائما نكتب اللاحقة إيل، لأن الأنزيم المسؤول عن تشكيل الرابطة البيبتيدية يسمى بيبتيديل ترانسفيراز. أما آخر حمض آملي فنسميه بتسميته العادية. إذن في الأخير نصل إلى نهاية حصة اليوم، سنواصل معكم في حصص قادمة مع حلول تمارين السلسلة رقم 1 للوحدة الأولى آلية تركيب البروتين. ويجب أن تزور دائما موقع الدراسة educationlaguat.com، ستجدون في هذا الموقع كل ما يخص الدروس وتمارين مادة علوم الطبيعة والحياة لشعبة علوم التجريبية مستوى بكالوريا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.